العتبة العباسية أصدرت أوامرها من سماحة المتولي الشرعي بذل كل ما يمكن استناداً إلى ما جاء التصريح به في بيان المرجعية، بذل كل ما يمكن من دعم سواء من إسكان ومن علاج الجرحى واستقبال العوائل ومدهم بالغذاء. وجاءت الآن مبادرة المرجعية العليا في إسناد الشعب اللبناني، فالحمد لله صدرت التوجيهات فوراً إلى المجموعة من الأخوة المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة وبعض الأخوة في فرقة العباس بالتوجه إلى لبنان وإلى سوريا، وذلك تنفيذاً لما توجهت به المرجعية العليا في النجف الأشرف من الإسناد على كافة الطبقات الإنسانية والمعنوية والمادية. تم التنسيق مع مكاتب المرجعية في الشام في السيدة زينب ومع الجهات الرسمية الحكومية في الجمهورية العربية السورية، وصار الأمر إلى استئجار فنادق كبيرة على نفقة العتبة العباسية المقدسة، وبذلك فتحها إلى المهجرين من لبنان، وإقامة المطبخ المركزي في الشام لإطعام الأخوة اللبنانيين. أيضا أنه فتحت مراكزها في كربلاء المقدسة في مجمع الكليني وفي غيره لاستقبال النازحين وفق الضوابط الأصولية المعتمدة في ذلك. أبناء العراق الذين آذانهم صاغية باتجاه المرجعية تراهم يتنافسون تنافسا شريفا من أجل خدمة أبناء الشعب اللبناني، والذي نرتبط معهم بروابط متعددة: الرابطة الإنسانية، الرابطة الإسلامية، رابطة المذهب وغير المذهب. نحن نؤيد وندعم وكلنا جنود لنداء المرجعية في دعم كل الشعوب المسلمة وبالأخص محبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والعتبات المقدسة. وما جرى في لبنان هو صفحة من صفحات الإرهاب والعدوان الصهيوني. الهجوم على جنوب لبنان متوقع عند أغلب العقلاء سواء عراق من العراق أو من غير العراق، فلذلك نحن نعتقد أن العدو لابد أن يبدأ بعدوانه على الشعب اللبناني في جنوبه، فلذلك ترى الناس آذانها صاغية باتجاه المرجعية، ما تأمر به المرجعية فنحن رهن الإشارة سواء في العراق أو في لبنان أو في غيرها من الدول الإسلامية. والله احنا حاليا ندعم دعم اللوجستي لاخوتنا اللبنانيين من مواد غذائيه من كذا، وان شاء الله قلوبنا معهم، قلوبنا معهم. والله احنا ننتظر بصراحه، احنا ننتظر اي خبر من المرجعيه، اي خبر من المرجعيه. اذا قالت تسال المرجعيه جهاد كنا احنا بصراحه شبا وشايبا، احنا متطوعين لنصرة أخوتنا. بعد سماع توجيهات المرجعية الرشيدة سماحة حسين حسين السستاني دامة الله بركاته، باشرت ممثلة المواكب الحسينية بتوجيه من قسم شعار المواكب الحسينية التابع للعتبتين الحسينية والعباسية، باشرت ممثلة المواكب الحسينية بجمع المواد الغذائية والعينية للشعب اللبناني الشقيق. وإحنا بمحافظة ديقار عندنا 24 وحدة وحدة المواكب الحسينية، ومن التوجيه لحد الآن سيرنا حدود 6 أو 7 رحلات و7 قوافل للعتبة العباسية المقدسة.